الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إخواني في الله، السؤال الأول الذي سأله أحد الإخوة: ما حكم الإطالة في قنوت الوتر، وخصوصا أننا في رمضان وبعد 15 من رمضان، أي بعد المنتصف؟ فأولا إخواني في الله، بالنسبة إلى قنوت الوتر، فورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الوتر من غير قنوت، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الوتر بقنوت بدعاء. وبناء على ذلك استنبط غير واحد من أهل العلم أن القنوت في الوتر مشروع لكن لا يداوم عليه، بمعنى يفعل أحيانا ويمنع أحيانا، أما بعد 15 رمضان فورد عن السلف المواظبة على قنوت الوتر. وملاحظة قبل أن ندخل في الإطالة، أن الحسن بن علي قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، إلى الأخير. فإذا هذه الكلمات التي تقال في الوتر، ولكن ورد بعد 15 من رمضان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما عند ابن خزيمة في صحيحه، وخرجه شيخنا الألباني في كتابه قيام رمضان، أنه كان يدعو للمسلمين ويدعو على الكافرين. وبالتالي استنبط أهل العلم أو غير واحد من أهل العلم أن بعد 15 رمضان لا يقتصر على لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، وإنما يزاد بالدعاء للمسلمين والدعاء للكافرين. بالدعاء للمسلمين بما يتعلق بالنازل، وليس دعاء مطلق، بمعنى لا يقال اللهم أني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغلبة الدين، هذا ما يدخل فيما يتعلق بالدعاء للمسلمين، مع أنه من الدعاء للمسلمين. لكن الدعاء للكافرين بما ألحقوا بالمسلمين من أذى، والدعاء للمسلمين بأن يرفع الله عز وجل عنهم الأذى وأن ينصرهم على هؤلاء الكافرين، فهو أشبه ما يقول بقنوت النازلة. والأخطاء التي نراها من بعض من يقنت في الوتر أنه يطيل، فأولا يكون أكثر دعائه متعلق بالأدعية العامة: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، اللهم إننا برضاك من سخطك، يعني يذكر أشياء لا صلة لها بالدعاء للمسلمين: اللهم اشف مرضانا، اللهم اقض الدين على المدينين، اللهم ارحم المستضعفين، اللهم، يعني كلام لا صلة له بالدعاء للمسلمين بما يقابل الدعاء للكافرين. ثم إذا دعا للكافرين دعا لفترة قصيرة. فبالتالي إخواني في الله، نجد أن الإطالة وصلت أنها أطول من الصلاة، يعني أطول من صلاة الوتر. يصلي الوتر 3 ركعات أو ركعة، فتجد القنوت ربع ساعة والصلاة كلها 5 دقائق أو 10 دقائق، ما تصل 10 دقائق. ونتفاجأ بشيء آخر، وهو أن بعض الناس لا يكتفي بالإطالة وإنما يلحن القنوت: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافي، يبدأ يلحن كأنه يقرأ أحكام تلاوة. الأمر الثالث أننا نراه يبكي ويبكي المصلين
وعندما صلى 11 ركعة وهو يقرأ القرآن لم يبكي، وإنما يبكي أثناء الدعاء فقط، ويبكي المصلون بسبب الدعاء ولا يبكون عند سماع القرآن. فبالتالي إخواني في الله، حقيقة محاذير: واحد، الإطالة بحيث تصبح أطول من الصلاة نفسها. 2، التلحين بحيث أنها تصبح تلحن ويتعامل معها بأحكام التلاوة. والأمر الثالث، البكاء، يبكون على القنوت ولا يبكون إذا سمعوا القرآن. بهذا نكتفي، والله الهادي والموفق، وجزاكم الله خيرا.